الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العلي العظيم. على هامش منع الزيارات، وبالخصوص زيارة سيد الشهداء في الأربعين، ماذا فعلنا نحن حتى حرمنا من هذه الزيارة العظيمة؟ ليس دائما البلاء الذي ينزل على الإنسان ليس دائما أن يكون بسبب أعمال سيئة يرتكبها الإنسان، والدليل على ذلك أن الأنبياء والأوصياء أشد الناس بلاء كانوا، مع أنهم أطهر خلق الله. فكل بلاء ينزل على الإنسان يكون بسبب أعماله السيئة؟ لا، ولكن قد يكون ذلك أحيانا يكون ذلك. بعض البلايا التي تنزل علينا بعضها بسبب أعمال سيئة. أعمال سيئة يعني ماذا؟ أوضحها الذنوب، والدرجة التالية أو الثانية الأعمال السيئة التي ليست ذنوبا، أخلاقيات سيئة، تصرفات سيئة، قد لا تكون محرمات، ولكن قد تترك أثرا سيئا في حياة الإنسان. قد ينزل شيء سيء مكروه على الإنسان بسببها. لاحظوا، أنا قلت قد يكون البلاء بسبب الأعمال السيئة، ما قلت بسبب أعمالي السيئة. يعني ماذا؟ يعني أحيانا البلاء يكون بسبب عمل الشخص نفسه، عمل سيء يرتكبه الإنسان أثره بلاء، أثره حرمان من توفيق. وقد يكون العمل السيء عمل منتشر في المجتمع، قد لا يكون الإنسان قد ارتكب هذا العمل السيء، انتشار الأعمال السيئة، وأؤكد الأعمال السيئة من الذنوب أو حتى مما هو دون الذنب،
انتشار الأعمال السيئة في مجتمع قد يؤثر في نزول بلاء، قد يؤثر في رفع توفيق، قد يؤثر في شيء مكروه اجتماعي. مثلا في الحديث الصحيح في الكافي الشريف الحديث مذكور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كثر الزنا إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة. معنى الرواية أن الزاني يموت موت الفجأة؟ لا، قد يكون زاني أجلكم الله يموت بموتة أخرى، لا يموت موت الفجأة. وقد يكون إنسان صالح أبعد ما يكون عن هذه الأعمال السيئة يموت موت الفجأة. كثرة هذا العمل القبيح أجلكم الله القذر في المجتمع أثره كثرة موت الفجأة. على من؟ قد يكون على عاصي، قد يكون على غير عاصي. إذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها. يعني ماذا؟ يعني الشخص الذي لا يزكي، والزكاة لعلها بمعناها اللغوي الإنفاق، الإنفاق الواجب خصوصا، أي نوع من أنواع الإنفاق الواجب أو حتى الذي لا يكون واجبا الإنفاق المستحب. منع الزكاة في مجتمع سبب نتيجته منع الأرض بركتها. والبركة تعلمون ليست بالضرورة أن تكون الزيادة، أحيانا زيادة موجودة، وفور موجود، بركة غير موجودة. الوفور شيء، البركة شيء آخر. إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. نفس الرواية الشريفة، يعني ماذا؟ يعني الذي يقطع الرحم أمواله؟ لا، انتشار شيوع هذا الذنب والعياذ بالله تعالى قطع الرحم نتيجته أموال المجتمعات، أموال الناس تكون بأيدي الأشرار. نفس هذا الحديث على ما ببالي، إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. العبارة هكذا، فيدعو خيارهم، هذا خير، الخير لا يستجاب له. وأمثال هذه الروايات الشريفة. فإذن أحيانا يكون عمل جماعي سيء، مجموعة من الناس يرتكبون عملا سيئا، هذا يسبب أثرا سيئا في المجتمع. ماذا صنعنا نحن حتى صار هذا الحرمان من هذا التوفيق العظيم؟ لا أتكلم عن نفسي، لا، لنفرض الشخص ذهب وفق في هذا الأربعين إلى زيارة سيد الشهداء، يلزم أن يفكر ماذا صنعنا حتى نزل هذا البلاء. القضية ليست قضية شخصية أنا أو غيري، بالنتيجة هذا بلاء، منع زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بلاء كبير. القضية ليست قضية عدد كم شخص اشترك في هذه الزيارة،
حسب البيان الرسمي الذي صدر، لعل كثير منكم قرأتم هذا البيان، الفرق بين هذه السنة وبين السنة الماضية كان فرق بسيط، يعني من بين هذه الملايين 600 وشيء ألف حسب البيان الفرق. يعني هذه السنة العدد الذي اشترك أقل من العام الماضي 600 وشيء ألف، أقل من 700 ألف. بالنسبة إلى هذه الملايين 600 ألف، 700 ألف ليس رقماً، القضية ليست قضية رقم، قضية منع زيارة سيد الشهداء. هذا بلاء أم لا؟ بلاء. لماذا نزل هذا البلاء علينا؟ ماذا صنعنا؟ ماذا صنعنا حتى الشخص الذي وفق يفكر، ماذا صنعنا؟ لا أريد أن أحدد القضية، بحاجة إلى أن يرجع الإنسان، كل إنسان إلى نفسه، ونرجع إلى وضعنا الاجتماعي. ولكن من مصادر سلب التوفيق الظلم. هل ظلمت أحدا أم لا كشخص؟ كمجتمع هل انتشر الظلم في مجتمعاتنا أكثر من قبل أم لا؟ طبعا الظلم موجود في المجتمعات. من مصادر سلب التوفيق عن الشخص أو عن الناس انتشار الظلم. الظلم أساسا الظلم الشخصي، من شخص لشخص، ظلم زوج لزوجته، ظلم زوجة لزوجها، ظلم أب، ظلم صديق، ظلم عدو، ظلم. الظلم من مصادر سلب التوفيق، من مصادر نزول البلاء. والشيء الآخر، الشيء الأول الظلم، الشيء الآخر السكوت عن على الظلم، السكوت عن الظلم. هل حصل ذلك مني كشخص؟ هل حصل ذلك أو اشتد، انتشر أكثر من المجتمع؟ الروايات الشريفة التي وردت في هذا الجانب، الذي يمنع الزائر، الذي يؤذي الزائر، الذي يحبس الزائر، الذي يقتل الزائر، ماذا يصنع به؟ أقرأ لكم مقطع أو مقاطع من حديث شريف وأنهي بذلك حديثي. الحديث حديث طويل، صفحات في الكتب. مقطع من هذا الحديث الشريف، الحديث طبعا سندا، هذه الأمور لا تحتاج إلى بحث سندي أصلا، ولكن الحديث سندا معتبر، ورد في كامل الزيارات، وتعلمون كامل الزيارات من أصح مصادر الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه. السائل على ما ببالي هشام بن سالم الثقل الجليل يسأل من الإمام عليه الصلاة والسلام، يقول: فما لمن قتل عنده، عند الإمام الحسين، الرواية الشريفة عن زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، فما لمن قتل عنده جار عليه سلطان فقتله. سلطان، السلطان ليس بالضرورة أن يكون هو الحاكم لبلد، لا، من له سلطة على قتل الناس، يعني فئة معينة إرهابية مثلا تقتل الناس، هذا جار عليه سلطان فقتله، الذي يقتل مثلا، كان يقتل في التفجيرات مثلا، هذا جار عليه سلطان فقتله، الذي يقتل في طريق زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أول قطرة من دمه، من دم هذا الشهيد
الذي قتل، يغفر له بها كل خطيئة، وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة، يعني الملائكة تغسل طينته التي خلق منها. الحديث هذا المقطع مفصل إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: ويرفع هذا الشهيد الذي قتل هناك. حقا الرواية الشريفة هذه فقط، لو تركنا بقية الروايات الشريفة في هذا المجال، لو قرأه الإنسان هذا المقطع، طبعا المقطع مفصل، لتشوق أن يكون قتله في طريق زيارة سيد الشهداء. شيء عجيب حقا. الآن يقول عليه الصلاة والسلام: ويرفع هذا الشهيد، ويرفع بعد 18 يوما إلى حظيرة القدس. أين؟ ما أعلم. حظيرة القدس مكان رفيع جدا في الجنة، فلا يزال فيها، في حظيرة القدس، مع أولياء الله حتى تصيبه النفخة، النفخة الكبرى التي الكل يموت، التي لا تبقي شيئا تلك النفخة. فإذا كانت النفخة الثانية نفخة إحياء الموتى للقيامة، وخرج من قبره ذلك اليوم الصعب، واليوم يوم ليس يوما واحدا، يوم، كم طول هذا اليوم؟ 50,000 سنة. البعض يحتمل أنه جمعا بين الآيات والروايات الشريفة أنه شيء أكثر من هذا. ذاك اليوم المخيف ماذا يصنع به؟ فإذا كانت النفخة الثانية وخرج من قبره، كان، الله أكبر من عظمة هذه العبارة، كان أول من يصافحه رسول الله وأمير المؤمنين والأوصياء. اللهم صل على محمد وعلى محمد، يصافحونه أول ما يخرج، ويبشرونه ويقولون له: إلزمنا، كن معنا. ويقيمونه على الحوض فيشرب منه، فقط لا، فيشرب منه ويسقي من أحب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا صديقه، ذاك ابن عمه، هذا أخوه، ذاك عندهم مشاكل، يسقي من أحب. وتعلمون الذي سقي من الكوثر خلص، هذا نتيجته الجنة. قلت، الراوي يقول: فما لمن حبس في إتيانه؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أشياء إلى أن يقول: الشخص الذي يضرب في هذا الطريق، فإن ضرب بعد الحبس في إتيانه، الذي يضرب في طريق زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وفي هذه السنة وفي كل سنة العديد من المؤمنين، بل أقول الكثير من المؤمنين يضربون، فإن ضرب بعد الحبس في إتيانه كان له بكل ضربة حوراء، وبكل وجع يدخل على بدنه 1,000,000 حسنة، ويمحى بها بذلك الوجع، ويمحى بها عنه 1,000,000 سيئة، ويرفع له بها 1,000,000، يعني 1,000,000 درجة، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام، شاهدي هنا: ويؤتى بضاربه للحساب. ذاك الذي ضربه يأتون له بالحساب. كيف يأتونه؟ الناس هناك يحاسبون، ماذا فعلت؟ عنده حجة؟ ما عنده حجة؟ يتمكن أن يدافع عن نفسه؟ لا يتمكن أن يدافع عن نفسه؟ هذا الضارب للزائر الذي ضرب زائرا لسيد الشهداء، هذا لا يحاكمونه مباشرة، ماذا يصنعون به؟ ويؤتى بضاربه للحساب، فلا يسأل عن شيء ولا يحتسب بشيء، ويؤخذ بضبعيه حتى ينتهى به إلى ملك، يأخذونه عندما يحيى بالنفخة، يأخذونه يعطونه إلى ملك. هذا الملك ماذا يصنع به؟ يحبوه ويتحفه والعياذ بالله تعالى بشربة من الحميم وشربة من الغسلين. تعلمون الحميم ما هو؟ الغسلين ما هو؟ لا يحتاج إلى شرح.
كافي هذا المقدار؟ لا، ويوضع على مقال في النار. مقال جمع مقلاء، هذا الذي الناس آلة القلي، ويوضع على مقال في النار فيقال له ذق بما قدمت يداك فيما أتيت إلى هذا الذي ضربته. هذا الذي ضربته لماذا ضربته؟ ذق. هذا الذي ضربته من هو؟ زائر سيد الشهداء، من هو؟ يقول الإمام وهو هذا الزائر الذي أنت ضربته، وهو وفد الله ووفد رسوله. هذا وفد الله، عنوانه وفد الله، أنت ضربت وفد الله. ويؤتى بالمضروب، هذا الزائر الذي ضرب في هذا الطريق، ماذا يصنعون به؟ ويؤتى بالمضروب إلى باب جهنم حتى يروه، حتى يرى هو، ويقال له انظر إلى ضاربك وإلى ما قد لقي، فهل شفيت صدرك وقد اقتص لك منه؟ شفيت؟ ارتحت؟ هذا الذي ضربك؟ ولعله ضرب ضربة واحدة والعياذ بالله. هكذا يصنعون به، شفيت صدرك؟ فيقول الحمد لله الذي، هذا المؤمن الذي ضرب في طريق سيد الشهداء، فيقول الحمد لله الذي انتصر لي ولولد رسوله من. هذا انتصار لي فقط؟ لا، هذا انتصار لولد رسوله أيضا. هذا زائر الإمام الحسين أنت ضربته، هذا زائر الإمام الحسين أنت منعته، انتصار لي كشخص وانتصار لولد رسوله. الحديث الشريف له تتم قضية سيد الشهداء، قضية استثنائية، الله سبحانه وتعالى قد يؤجل ذنوب أخرى، ولكن هذه الأمور التي ترتبط بالظلم على الناس في قضية سيد الشهداء العياذ بالله تعالى، هذه آثارها سريعة. حتى القرآن الكريم قال لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سيأتيهم سرعان ما يأتيهم. القضية ليست قضية إخبار بالغيب، أنا لا أعلم الغيب، إخبارات الآيات القرآنية، لهم في الدنيا خزي، الروايات الشريفة، سيرون حتى القادة منهم سيرون بسرعة، سرعان ما يحصل لهم ابتلاء، ما يحصل لهم، ما تحصل لهم مشاكل. كل هذا في محله صحيح، ولكن أيضا نحن نفكر فيما صنعنا. إن شاء الله ما صنعنا شيئا سيئا، ولكن مع ذلك من صفات المؤمن أنه يحسن الظن بالمؤمنين ويسيء الظن بنفسه. الإنسان يجرد، يتجرد عفوا من حالة الأنانية، يفكر أنا ماذا صنعت؟ قد لا أكون إن شاء الله صنعت شيئا سيئا، ولكن مع ذلك الإنسان يراجع نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق سيد الشهداء بمكانته العظيمة أن لا يفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم سلم زوار الإمام الحسين، اللهم أوصلهم إلى حرمه الشريف سالمين، أرجعهم إلى أهاليهم سالمين إلى سالمين، غانمين إلى غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم تقبل منهم زياراتهم، تقبل منهم أعمالهم، استجب لهم أدعيتهم، اقضي لهم حوائجهم. اللهم ببركات هذه الزيارة أشملنا وأشمل جميع المؤمنين والمؤمنات من بركات هذه الزيارة العظيمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.